طبعا هلا رح نروح معكم لجوله من الاخبار ورح نبداها سوسن بأولى اخبارنا عن الاولمبياد طبعا بفرنسا. هذا الاولمبياد يلي مؤخرا صار في حديث كثير عنه طبعا بسبب الاجراءات من الافتتاح من حفل الافتتاح اللي كان في له اساءات تتعلق بالدين طبعا المسيحي للسيد المسيح عليه السلام طبعا، وصار في انتقادات لتغيير طبعا هي المفاهيم والتحول الى مفهوم يعني الشذوذ يعني الجنسي اللي كنا عم نشوفه مؤخرا بهي الافكار الغريبه اللي عم تنطلق طبعا، وترويج للمجتمعات الاخرى. هذا كان اهم من الامور اللي تم الاشاره عليها باولمبياد باريس وتم انتقاده طبعا. خبرنا ايضا يتعلق بالاولمبياد يتعلق انه بينما يستمتع طبعا المشجعون الحاضرون في اولمبياد باريس ويحبسون انفاسهم طبعا دهشه من اداء غواص الاحتلال طبعا الاسرائيلي، يقابلوا طبعا مشهد اطفال غزه الذين يحبسون انفاسهم ويغرقون بدمائهم. فيديو مبتكر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثق ازدواجيه المعايير يلي بيتعاطى فيها هذا العالم طبعا ومعاييره الاخلاقيه خاصه مع مجتمعاتنا المجتمعات العربيه والمجتمعات الاسلاميه، انه كيف بيتم قبول بهيك فعاليه طبعا عالميه ودوليه رياضيه، وبنفس الوقت هو ممثل كيان صح. قاتل طبعا للأطفال جرح تكون موجودة بالقطاع كثير، خاصة أنه نحن بيقول لك يمكن في بعض الأشخاص أنه يا أخي الرياضة بعيدة عن السياسة. نحن أنتو أنا صراحة ما شفت هذا الشيء، ما هو أنتو بتسيسوا كل شيء طبعا على مزاجهم، تسييس كل شيء تماما، في تسييس كامل للرياضة. نحن شفنا بحرب روسيا وأوكرانيا كيف عم يكون في تسييس طبعا، سمح للاعبين الأوكران بالدخول بأعلامهم اللاعبين الروس ما أصلا ما قدروا يشاركوا محرومين أيضا أصلا تماما. فبتشوف أنه اليوم تم تسييس كل شيء، يعني المفروض أنه الرياضة أو المفروض الأولمبياد ما بيكون في له علاقة بمفاهيم تتعلق بالتابوهات الثلاثة. شفنا المقدم بمجرد مقدمة الأولمبياد شفنا أشياء لا أخلاقية جنسية، شفنا شيء له علاقة بالسياسة، شفنا له علاقة يعني بتصوير الطفل اللي كانت موجودة أيضا بافتتاحية الأولمبياد. كلها هي بتدل على تشويه الأفكار اللي كان عم يحكوا عنها الغرب. بنفس الوقت بنشوف الفكرة اللي كان عم يحكوا عنها عن اللاعبة الجزائرية العربية إيمان خليف صحيح كيف تعرضت للتنمر وكيف تعرضت فقط لانه هزمت الملاكم الايطاليه طبعا 45 ثانيه. ليش تضايقوا انه عربيه ومسلمه ممكن انه هي تحصد على جائزه وممكن تحصد على الاتهامات هي كانت المفاجاه سوسن، انه تم اتهامها للرياضيه طبعا الجزائريه او الملاكم الجزائري بانه هي رجل ومتحوله جنسيا طبعا، وانه هي مانا سيده اساسا. هذا الشيء اللي اخر شيء استدعى انه للاسف انه والده يطلع يدافع عليها بحرق القلب، يعني انه منطقي هذا الموضوع طفلتي طبعا وهي بنتي وانا اللي مربيها، حتى بانه اصدقاء طبعا صاروا ينشروا الى صور هي بالمدرسه بالصفوف الابتدائيه طبعا. الناطق الرسمي بالاولمبياد ايضا صرح بانه نحن دائما اكيد بنتاكد من الاشخاص اللي بيكونوا موجودين او بيشاركوا بالاولمبياد، وقال بانه هي ولدت انثى وعاشت انثى وجواز السفر هو انثى. فقديش شيء بشع، ومنشوف فعلا الحالة اللي كانت موجودة أيضا عند لاعبة أو حارسة المنتخب الإيراني كيف هي كانت عم بتعاني أيضا من التنمر وقت كان موجود فكرة أنه هي ليش فكرة أنه هي ما بتشبه الصورة النمطية للسيدة. إذا بتذكر بالمقدمة كنا عم نحكي هي الفكرة عن الصورة النمطية أنه كيف لازم تكون بطول معين وبشكل معين ولون عيون معين وشعر ما أحلى وكذا. فهي الفكرة بنرجع نأكد على قديش ازدواجية المعايير بلحظة بيدعموا الاختلاف وبيدعموا وجود المتحولين ووجود الأشخاص اللي هن المانون ما تكون ضدهم أو ما تكون تواجههم خسرون هاي المكاسب. نرجع لهي الفكرة احذري شو الغريب أكثر، الغريب أكثر أنه نفس الملاكم الإيطالي اللي خسرت طبعا مقابل الملاكم الجزائرية اللي تم اتهامها بالتحول الجنسي عطوها المكافأة المادية طبعا والمالية اللي بتعادل الذهبية طبعا الميدالية الذهبية، نفس الحالة طبعا نفس المكافأة فأخذت. حتى مثلا ما يتعلق بموضوع الغذاء طبعا شفنا انتقادات كثيره من كثير رياضيين انه لا الاكل صحيح باولمبياد باريس لا الاجواء منيحه، حتى انه صار في حالات من الاقياء فقط لانه سمحوا للسباحين انه يسبحوا بنهر السين صحيح. هلا هو في حاله من الفيديو طبعا شوف المشاهدين كيف طبعاً. قارنوا خلينا نروح نشوف هذا الفيديو سوسان لحتى هيك يعني توضح الصوره بشكل اكبر، وبنرجع لنكفي معكم اكيد جولتنا الاخباريه. Ladies and gentlemen, welcome to the Summer Olympics here in Paris. Now we have the diving event. All eyes are on the diver from the Israeli team as he is approaching the end of the diving platform. The diver is jumping and is aiming his arms to the sky. He performs a flawless sequence of twists and turns.
dive of an Olympic champion. Yeah, nailed it completely. Fantastic dive to finish. Didn't really do it bad. شفنا منير كيف تم المقارنة فعلا ما بين انه المعلقين كيف كانوا عم يمدحوا بشكل وقوة وصلابة السباح الإسرائيلي او الغواص الإسرائيلي، ولكن بنفس الوقت بنشوف قوة وصلابة القنابل اللي عم تتساقط اليوم على اهلنا بقطاع غزة. نحن اكيد بنشوف هي الفيديوهات وبنشوف بنشكر اكيد كل الاشخاص اللي دائما عم بيحاولوا يدعموا اهلنا بقطاع غزة عبر السوشيال ميديا، لانه بنشوف فعلا الاعلام الغربي مسيطر على الصورة الحقيقية وقديش هو عم بيحاول يغطي على الشيء اللي فعلا عم نشوفه عم بيكون اليوم بالقطاع. بس اكيد نحن بشكل عم نلمس بشكل مباشر طبعا هذا التغير بالاراء خاصه بالراي العالمي. خلينا نروح لخبرنا الثاني طبعا سوسن. خبرنا الثاني بيحكي عن جدر القرده، طبعا هو انتشار فيروس جديد يستدعي استنفار من طبعا الصحه العالميه، يعيد الاذهان جائحه كورونا بكل تداعياتها للاسف، حيث اعلن المدير العام لمنظمه الصحه العالميه تيدروس ادهانوم غيبريسوس انه عم يفكر في عقد لجنه خبراء لتقديم المشوره طبعا بشان ما اذا كان ينبغي اعلان تفشي فيروس إمبوكس أو ما يعرف بجدر القردة طبعا الآخر في التزايد في أفريقيا ما استدعى لحالة طوارئ دولية. كل الفيروسات أغلب الفيروسات الموجودة حول العالم تنتشر بأفريقيا طبعا، وهذا الشيء ما حدا بيعرف غريب. أوكي هي ليست قارة فقيرة بالثروات طبعا، ولكن طبعاً فقيرة من الناحية المجتمعية. خلينا نقول أنه ما في شيء صحي صحيح، ما في تعليم صحيح، ولكن ما في هاي الحالة بتستدعي بانتشار الفيروسات بشكل كثيف بهاي القارة طبعا، إلا أنه في بعض الدول المتطورة في نظريات تخترع فيروسات وممكن تجربها ببعض الدول الأفريقية طبعا الفقيرة طبعا. في نظريات بتحكي عن هذا الموضوع أنه الشركات عم بتجرب أدويتها ولقاحاتها أيضا بهذا الموضوع. شفنا شركة نستلي كيف كانت عم بتسوق لمنتجاتها أو ممكن تكون منتجاتها مختلفة كليا عن المنتجات اللي بتنباع بدول العالم الأول بين قوسين. يعني هذا الشيء طبيعي، ويعني موضوع جدري القردة يعني بتفاصيل خبر الموضوع متعلق بهذا الشيء، انه كيف الاشياء اللي بتظهر على الشخص يلي بيعاني من هذا الفيروس بيكون اكيد في حمى واكيد في اشياء ممكن تدل على هذا الشيء، ولكن بيكون في ظهور بقع او فينا نقول دمامه اللي بتظهر على الشخص ممكن تكشف. بس هل ممكن ينتشر حول العالم؟ نحن ما بنعرف. اكيد نتمنى الصحه والعافيه للجميع. خلينا ننتقل لثالث اخبارنا واخر اخبارنا لليوم اللي بيتحدث عن شاب بريطاني توفى لمدة 25 دقيقة ورجع عاش للحياة بطريقة جدا طبيعية، بس اكتشف انه هو عنده مرض خلينا نقول نادر بالقلب. الخبر بيقول بأنه الشخص يعني كان عم بيروح لإحدى المعسكرات الصيفية اللي بتعلم الأطفال الغوص وكيفية التجديف بالأحرى، انصاب بحروق من الدرجة الثالثة أو الدرجة الثانية من الشمس، وقرر أنه يروح يتعالج. هو عم يتعالج عم يخضع لعملية، فيمكن صار معه جلطة قلبية أو جلطة دماغية فتوفى. توفى 25 دقيقة رجع. مرحبا أنا رجعت. اكتشف أنه معه مع الأسف مرض بداخل. على فكرة الحالة أوقات غريبة كيف بيكتشف المرض نهار. اسمع يعني، لأنه طبيا موتوه طبعا للزلمة لأنه صار في عنده تضخم بعضلة القلب، ولكن أنا كنت أسمع دائما عن قصص هيك بتسمعيهم بالأهالي طبعا كانوا يحكون أنه في بعض الأشخاص وصلوا لهي المرحلة أنه ماتوا، وأحيانا وصلوا لمرحلة الدفن يعني دفنوا للزلمة كل شيء وطلع وسمعوا أصوات بعدين وطلع. أنا هون أحد القصص طبعا بأنه بتعرف بالمنطقة طبعا الشرقية بيصير في الحفلات طبعا بيصير في نوع من الطعام الدسم، فأنه بعض القصص أنه بتذكر أنه هيك انتشرت، ما بعرف إذا هي صحيحة، ولكن أنه بعض الحفلات يمكن بمحافظة دير الزور طبعا أنه صار في نوع من الأكلات الدسمة كان فيها سمن طبعا. هذا الشيء اللي سبب أنه بعض الشباب اللي كانوا موجودين صار فرحا بالحفل يعني فأكل بطريقة شريهة. هاي الحالات طبعا سببت له نوع من مثل السكتة الدماغية أو تضخم بعضلة القلب أو الشرايين، ففكروا أنه الزلمة متوفى ورجع يعني طبيعي. فاخذ ما بعرف اذا رجعوه يعني هلا قصة حلوة للأمانة، بس انا دائما في سؤال يعني بيشغلني انه كل الاشخاص اللي بيمرقوا بهيك تجربة شو بيكونوا شافوا؟ يعني هل شيء مرعب او هل هو شيء مخيف؟ بس لا بظن شافوا شيء، بس الفكرة الشخص اللي عم يحكي عنه بدك عند اهله يعني انه هن اخذوا خبر الجماعة انه توفى الزلمة وخالص يعني ضايقوه وحزنانين بالبيت وفاتحين يعني التعزاية يمكن ما بعرف خبرهم بعض نص ساعة بيقتلوه انه هي خوفتنا عليك ما بعرف او راجع لحاله يمكن ما بعرف.